قفزت حصيلة الاضطرابات ضد قانون الجنسية في الهند إلى 20 قتيلا حتى اللحظة، والتي يشارك فيها الآلاف من المتظاهرين. بعد أن تحولت الاحتجاجات في ولاية أوتار الجمعة إلى العنف، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا من بينهم طفل عمره 8 سنوات قتل بسبب التدافع. وخرجت تظاهرات جديدة في مدينة تشايناي عاصمة ولاية تامل نادو في جنوب البلاد وفي ولاية بيهار شرق البلاد، فيما يتوقع أن تنظم احتجاجات جديدة في العاصمة نيو دلهي